بدأ شهر يوليو وبدأ معه الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة. شهري يوليو وأغسطس هما ذروة الارتفاع في درجات الحرارة وفق بيانات هيئة الأرصاد الجوية، ولكن ماذا عن نسب الرطوبة في الجو؟ ما هي أيضا أهم الظواهر الجوية اليوم وغدا؟ وأيضا التفاصيل عن حالة الطقس ليومي الاثنين والثلاثاء في مصر والسعودية، التفاصيل كاملة من خلال هذه التغطية. بالفعل توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية أيضا، وتصل درجات الحرارة على القاهرة لنحو 37 درجة و42 درجة على جنوب الصعيد. ويسود بالفعل طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء. أما عن الظواهر الجوية الموجودة اليوم، فتتكون شبورة مائية وتكون خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وأيضا الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. أيضا بالنسبة للرياح، فهناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وأيضا الوجه البحري وأيضا السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. والدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت بالفعل عن وجود مفاجآت في طقس يومي الاثنين والثلاثاء آخر أيام أجازة عيد الأضحى المبارك، وتتوقع الدكتورة منار غانم استقرار الأجواء على مدار هذا الأسبوع، وأيضا هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والرطوبة يومي الاثنين والثلاثاء أيضا. كما حذرت أيضا هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة، وتتوقع أيضا هيئة الأرصاد أن يتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية أيضا ومدن القناة ووسط سيناء. وبالفعل تصل نسبة الرطوبة من 75% إلى 35%، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالفعل لفتت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية لارتفاع نسب الرطوبة، ويزيد أيضا الإحساس بدرجات الحرارة بمعدل من درجة إلى درجتين، وتسجل درجة الحرارة المحسوسة ما بين 36 و37 درجة مئوية بسبب ارتفاع الرطوبة. أيضا حذرت الدكتورة منار غانم من أنه في يومي الاثنين والثلاثاء سيكون هناك ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، ولكن عن ذروة فصل الصيف فتكون في شهري يوليو وأغسطس. وبالفعل ننتقل لدرجات الحرارة اليوم، وتسجل القاهرة العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية، أيضا تسجل 6 أكتوبر 36 للعظمى و23 للصغرى، بنها 35 للعظمى و25 للصغرى، كفر الشيخ 34 للعظمى و23 للصغرى، الزقازيق 35 للعظمى و25 للصغرى، طنطا 34 للعظمى و22 للصغرى، دمياط 32 للعظمى و22 للصغرى، وبورسعيد 33 للعظمى و23 للصغرى. طيب بخصوص الملاحة البحرية، أشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى وجود اعتدال في حركة الملاحة البحرية، وأيضا ترتفع الأمواج ولا يتجاوز المتر ونصف في البحر المتوسط والمترين وربع متر في البحر الأحمر، ويكون كلا البحرين مؤهل لكافة الأنشطة البحرية وأعمال التنزه أيضا. وبالفعل توقع خبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويرتفع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون أيضا حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع، والرياح السطحية شمالية غربية. هناك أيضا ارتفاع في درجات الحرارة اليوم، حيث شهد الطقس منذ بداية الأسبوع خلال فترة النهار طقس حار رطب على القاهرة الكبرى وأيضا محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية.
أيضا كان شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. أما خلال فترة الليل فساد طقس معتدل تماما، وذلك لوجود نشاط نسبي في الرياح يعمل على تلطيف الأجواء. ولكن يبدو أن يومي الاثنين والثلاثاء هما ذروة ارتفاع درجات الحرارة في مصر. أما بخصوص طقس دولة السعودية، فأصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرا بشأن حالة الطقس المتوقعة في جميع أنحاء ومحافظات المملكة، وتتعرض لنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للرمال والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على المنطقة الشرقية. وتشير أيضا التوقعات إلى تسجيل مدينتي مكة المكرمة والرياض درجة حرارة بمقدار 44 درجة مئوية، فيما تسجل المدينة المنورة والدمام نحو 45 درجة مئوية و39 درجة مئوية في مدينة جدة. ومن أبرز الحوادث التي واجهها العالم هذه الفترة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة هو ارتفاع درجة الحرارة في المكسيك. وأعلنت بالفعل الحكومة المكسيكية عن وفاة 104 شخص في المكسيك في المدة ما بين 12 و 25 يونيو، وأرجعت الحكومة سبب الوفاة لموجة حر شديدة ضربت الشمال الصحراوي وأيضا العاصمة، وتعتبر ضربات الشمس والجفاف سبب معظم الوفيات. أيضا مشاهدينا إلى هنا بهذه التغطية نكون عرضنا لحضراتكم حالة الطقس، والتي ترتفع خلالها درجات الحرارة بشكل تدريجي حتى تصل لذروتها في شهر يوليو وأيضا أغسطس. وإلى هنا تنتهي تغطيتنا. لمزيد من المتابعات والأخبار تابعونا على موقع صدى البلد. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.